أعزائي المشاهدين، يا أهلا ومرحبا فيكم في يوم جديد من أيام بطولة الكأس الرمضانية، وكما تتابعون خلفي الاستعدادات على قدم وساق، كيف لا؟ وقنوات الكأس ستلعب المباراة الثانية في هذه البطولة. أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في بطولة قناة الكأس الرمضانية، خلوكم معنا نتابع جدول مباريات اليوم. طيب ان شاء الله، شلونك؟ ايوه، المباراه الاولى سويته؟ المره الاولى خسرنا. اي بس من الحويله. الحويله نعم. الحويله صراحه بامانه فريق شفناه كلنا. فريق قوي ما شاء الله، حتى يعني فريق ما شاء الله الكاس فريق قوي. ما كان عندنا شوي الشباب ما ركزوا في المباراه الاولى، لكن ان شاء الله اليوم يكونون مركزين وان شاء الله يحالفنا الحظ ونفوز ان شاء الله اليوم. شوف اكيد من اليوم الفوز يقربنا اكثر للصعود، مباراه مش سهله. فريق المايده فريق ممتاز، مع رغم انه خسروا اول مباراه لكن كانوا جيدين، يعني النتيجه ما تعكس ادائهم. مباريات صعبه. خبر حصل، قول. ناقصين حوالي 6 اليوم عندهم بطوله الوجبه. والله شوف هم بما حضر على مرض المايده والملاعب الصغيره، سمع ما تفرق لاعب ولا لاعبين، مع احترامي للكل، المهم يكون اللعب جماعي وهذا الافضل، لكن اليوم فريقنا جاهز ان شاء الله باذن الله. خالص يعني صاعدين؟ الله كريم. اول شيء ان شاء الله اليوم نسال الله التوفيق في المباراه، لان المباراه الاولى خسرنا فيها، ما لنا الا الفوز ان شاء الله. نلعب مع فريق صراحه فريق مرشح للبطوله، لكن الكره ما فيها مستحيل، يعني تلعب للفوز والله يوفقك. يعني بدعت المباراه يوم نزلت، اليوم حطوك اساسي وانت تستحق، انا استغربت انك مش اساسي. بسالك اليوم فرصه للتهديف، لان هم عندهم نقص وايد. والله ان شاء الله خير، متفائلين خير، ومعي جار الله وناصر في الهجوم، ورانا بلال ووسام، فان شاء الله نلعب مباراه. إيه ما شاء الله، يعني البلاي ميكرز على ودنا على قولتهم باذن الله. جار الله سالت عن طموحاته، قال لي البطوله، قلت له مش ما ودك في الهداف؟ قال لي ودك في، انا اعرف محمد سعدون بعد وده في الهداف، انا ما اسوي مشكله بينكم، بس شكلكم تسوون لنا سيناريو العربي والمساكن. لا لا بالعكس، الاقرب بنخليه هو اللي يروح ان شاء الله، هو اقرب، هو مسجل ثلاثه وان شاء الله ياخذ البطوله. انا هدف واحد اليوم تعطيها واحد هاتريك وسعود الامور طيبه. دعواتك يا شوف، ناوي على الهداف. موتا كيبر يو اميغو، هاو ار يو؟ تو ذا بين يو لوكس لايك كريستيانو رونالدو. ستيل سيم؟ ستيل سيم؟ سي سي. برتغيز برازيليرو؟ برازيليرو. برازيليرو اي نو اميغو، اي نو. فالا 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 بيبو. اول وين وورلد كاب؟ برازيل؟ شور؟ شور. نيمار 100%؟ اوف كورس. نيمار وونت جو انذر ريال مدريد، وي وونت جو ريال مدريد. وات دو يو ثينك؟ فلوس كثير. اوكي وات يو دو توداي؟ تراي تو دو ماي بيست تو هيلب اور تيم. اوكي. اي هوب وي وين توداي اند كواليفاي فروم ذا نيكست ستيب. مدرب الفريق يقول اليوم حياة وموت. إدارة الفريق صادق، إن شاء الله إحنا نقدم مسؤولية وإن شاء الله نقدم مباراة حلوة. فريق الكاس يخوف. والله ما شفتهم صراحة، لكن إن شاء الله نقدر عليهم. أنتوا جاهزين؟ إن شاء الله. جاهزين؟ إن شاء الله. والله هادي هو، شوف هادي هادي، لكن عنده شيء في المباراة. المايدة وقناة الكأس مباراة نهائي وبكر، نتابع. نعم، مباراة الليلة، المباراة الجميلة تجمع قنوات الكأس والمايدة، الفريق الذي يعول على ثلاثة نقاط في هذه القمة ليتقدم إلى الأمام ويتواجد في الدور القادم هناك في الدور الربع النهائي، وأما المايدة الذي يريد أن يعوض الثلاثة نقاط
الذي خسرها في المباراة السابقة، كون المايدة الذي دخل إلى البطولة وهو واحد من الفرق المرشحة وبقوة لهذا اللقب. انطلاقة قنوات الكأس وبالتالي لمسة، شوف الانتشار الجميل، الانتشار الجميل، الله 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 الله، هدف يدرس، هدف يدرس، يسجل من هناك محمد سعدون الكواري بلمسة واحدة اثنين ثلاثة، وقال خذها وسجل، خذها وسجل، يخبلون الشباب، يجننون الشباب، روح الشباب، مثاليين الشباب، يدرسون الشباب، وقول ولا أروع يسجل محمد سعدون الكواري وكأنه هو في الشاشة. الشوط الأول ينتهي 1-0 لقناة الكأس على المايدة، 1-0 عليكم، لكن تألقت، شلت أهداف كثيرة في الشوط الأول، في ضغط عليك. الله، فريق الكأس ما شاء الله فريق ممتاز، عناصر ممتازة، ومجموعاتنا زي ما بيقولوا مجموعة الموت، فإن شاء الله كرة القدم وارد فيها كل شيء. ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه الشوط الثاني. صحيح ضيعنا وايد فرص، واخر 10 دقائق شوي هم تحكموا في المباراه، احنا ضيعنا وايد فرص، ان شاء الله الشوط الثاني نحسن الاغلاط. وليش ما يرجعون هم بعد خطرين في المرتده؟ صحيح هم فريقهم زين، بس احنا ضيعنا المباراه في اول 10 دقائق، المفروض نجي. المباراه ضاعت ولا الحين فيها؟ لا الحين تو الناس شغل. انا اقول ضاعت؟ لا لا لا، اتكلم عن الشوط الاول بس. الفريق هذا خطر، مرتداتهم صعبه. صح، احنا قلنا من البدايه اصلا الفريق خسر المباراه الاولى، نتيجه ثقيله بس فخ. فريقهم عنده امكانيات مثل ما انت تشوف، 1-0 عانينا، ضيعنا فرص وايد، نخاف في كره واحده يخطفها. رطوبه اليوم؟ والله متعودين حاجه. لا اليوم غير عن اليوم. صح، شو اثر عليكم رطوبه؟ لا والله الشوط الاول لعبنا نفس ما شفتوا، لعبنا بتكتيك، ندرى نلعب بفريق قوي، فريق الكاس، وعنده اسامي يعني لاعبين دوري قطري ومنتخب، فحاولنا يعني نلعب تكتيك نطلع نفس ما اقول باخطاء الخصم قد ما نقدر، نحصل فرص من اخطاء الفريق الثاني وما توفقنا، هم جاتهم كوره من خطا وسجلوا، ان شاء الله نعوض الشوط الثاني. اذا اعزائي المشاهدين انتهى الشوط الاول بتقدم فريق قنوات الكاس 1-0، 1-0 اعتقد انها غير كافيه لحسم المباراه، لان الفريق الاخر ربما يستطيع العوده عن طريق المرتدات. نروح نشوف الشوط الثاني. ومنو اللي يعلم بمحمد سعدون الكواري؟ هو لاعب تو وجار الله، جار الله جابها، جار الله. حلو لو كانت ثلاثة كانت أحلى. كرة إلى الأمام من هناك للثالث، للثالث، الله 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 الله، يا حالاته ويا حالاته، يتصدى أخيرا الكواري، الكواري الكواري الكواري. 4-0 وباقي تقريبا دقيقة على نهاية المباراة. المفاجأة، المايدة خارج البطولة. والله الفرق اللي لعبنا معاها فرق قوية صراحة، توزيع أنا صراحة عندي يعني ملاحظة على توزيع الفرق. بطل المجموعة أو وصيف الموسم الماضي وفريق الكاس مفروض أنهم يكونون على يعني رأس مجموعة. أيضا الحويلة، أنت اليوم تشوف الحويلة المباراة اللي فاتت لعبنا معاهم أيضا فريق قوي، المفروض يعني انا اقول لك المجموعه ذي بيطلع منها بطل البطوله. اي، ونبارك لهم ان شاء الله، قنوات الكاس يستاهلون ان شاء الله، فالهم الكاس معين في كل مكان. وتقدم قنوات الكاس بخمس اهداف. انا جاي اقول 4 بسم الله رب العالمين. الفضل ما يعود حقي ونس، يعود حق تركي وعلي وحسين صراحه، جايبين فريق يلعب بدون مدرب، شفت انت 6 تغييرات والفريق على نفس المستوى. اعتقد الفضل الاول للاداره اللي قامت على جيش. انا تقريبا هذه 5 سنة غطي فيها بطوله الكاس، وجهه نظري ان الفرق السنه يمكن الكاس افضل من السنين اللي راحت، بس الفرق الباقيه ليست بقوه المواسم الماضيه، وجهه نظري. والله انا اول مره اجي البطوله، اول مره اشوفها يعني اتابعها بعد، بس كل شيء جايز، الملعب صغير، 8 لعيبة، اعتقد العدد كبير على الملعب، ممكن اي فريق يسكر المساحات ورا، واي كوره ثابته ولا اي كوره جول تنتهي المباراه. نقول الكاس ضامن الكاس؟ لا ان شاء الله، تونا ناخذ المباراه خطوه بخطوه. الحمد لله، بارك الشباب والجهاز الفني والاداري يعطيهم العافيه، 6 نقاط الحمد لله ضمننا التاهل للدور الثاني، ان شاء الله الشباب عندهم الافضل ان شاء الله المباريات الجايه. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، هذا حال الكوره، مره تفوز مره تخسر، احنا سوينا اللي علينا، واليوم صراحه في نقص، انا ما بغيت اقولها قبل المباراه لكن الحين بقولها، في نقص، والحمد لله على الكلام. فريق الكاس مرشح للبطوله، المجموعة قوية، قوية جدا قوية، أنا أتوقع أن الفريق هذا واحد من الفرق اللي في المجموعة بيوصل النهائي. الأمور طيبة إن شاء الله. طيبة إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. بعد قلبي، نشوفك إن شاء الله من النسخة الجاية إن شاء الله حبيبي يا صغير، يعطيك الصحة والعافية. إذا
المايدة يودع بطولة قناة الكأس الرمضانية العاشرة، وصيف النسخة التاسعة يودع الآن. مبروك للكأس، هارد لك للمايدة المباراة الثانية، خلكم معنا. بايرن يا اخوي كانك ريبيري، ما عرفتك انا شو نسوي بعد. ليش لابسين فانيه البايرن؟ مع الشباب. شباب ليش مختارين البايرن؟ يشجعون بايرن فريقهم الاول. هاي جلدكم مدريد. شو نسوي؟ ان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم راح نأدي زين وان شاء الله نفوز. زين ان شاء الله لياقه كل شيء الامور طيبه كلها، وان شاء الله اليوم نأدي ونفوز ان شاء الله. ريبيري صحيح يسمونك ريبيري ليفاندوسكي هداف يعني. كم جول اليوم بتجيب يا ليفاندوسكي؟ اليوم هاتريك. هاتريك انا كل ما واحد قال لي هاتريك ما جاب ولا جول يبدلونه. تعمل صدقني هذا ايه هالمباراه ان شاء الله جولين ولا ثلاثه. يعني اذا فزتوا اليوم صاعدين ان شاء الله؟ يعني نقول ثاني صاعدين اليوم ان شاء الله. بس يعني خالد عنده جمهور تشوفه يكون حصه هنا. زين بعد المباراه تعال اوكي بجيك بعد المباراه. والله اليوم ان شاء الله هي اليوم نكون او لا نكون، اليوم الحاسم. اليوم ان شاء الله الفريق امس قدم ما في الكفايه، ولكن اليوم ان شاء الله راح يكون الافضل. واليوم راح يبين فريق عين خالد، اليوم راح يبين ان شاء الله. والجمهور لحد الان ولا شيء. انا ناطر جمهوركم صراحه. جمهور جاي في الطريق، جمهور موجود، وان شاء الله عين خالد اليوم تكون بصمته واضحه ان شاء الله. اي مدرسه تحب؟ انا بس ايطاليه. ايطاليه كلها دفاع تسكر اليوم. شو اسوي؟ ساكن باك. لا لا 50 واحد ورا. لا لا ان شاء الله اليوم مرويك العكس ان شاء الله. تهاجم؟ اي بهاجم. ايطاليه وتهاجم هاي جديده. لا بس انا اعشق شيء واسوي شيء ثاني. زين لو فزتوا اليوم تصعدون؟ ان شاء الله رسميا. رسميا باذن الله. اليوم ان شاء الله داخلين بنيه الفوز، والفوز حليفنا ان شاء الله. ما نرضى الا بالفوز ان شاء الله. اليوم تفوز تنافس على الصعود. الاول اذا فزنا اليوم الاول، والاول ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله. كلام في الملعب باذن الله. يا سلام تهديد هذا. لا 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 ثقة ثقة في فريق ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين شفنا استعداد فريق الدوحة، يقول لك يفوز يصعد، فالهم التوفيق. لكن عين خالد وراه جماهير تاكل حصى، اروح الملعب. يعني يتساوى الوجبة عين خالد. لحظات وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، ونشوف اللي مدرب فريق عين خالد شكله جول. جول. ما كملت كلمتي، توني اقول مدرب عين خالد والمدرب الكاشخ. خلنا نشوف اكيد زعل. يعني السلام عليكم. 10 ثواني 10 ثواني وينتهي 0-0. شو نسوي بعد؟ هاي كرة القدم. سو تركيز. سو تركيز. سو تركيز. سو تركيز. سو استغلوا فرصة واحدة وجابوا جول. ليش يعني عادة المدربين يلبسون رياضة؟ ليش كاشخ؟ والله رمضان. رمضان تكشف. ندعو ندعك. غلط دفاعي وتسجل علينا هدف. ضغطين ضيعتوا فرص يعني. ما تستحقون انت الشوط على وجهة نظري. هذه الكرة تضيع تستخدم وما تستخدم فرص. طيب الثاني ايش بتسوي؟ ان شاء الله نرجع المباراة. قادرين؟ قادرين ان شاء الله. يلا بنشوف. خلصنا من فريق عين خالد، نروح نشوف فريق الدوحة اللي فاز 1-0. نقاش مع التحكيم. شو السالفة؟ ايش عندك مع الحكام؟ علمني، شو تقول لهم؟ شو تقول لهم؟ تعزم على العشاء. تعزمهم على العشاء؟ هذه رشوة. شو عندك مع الحكام؟ ما قال لي. لا شنو ملاحظة قلت لي اياها؟ هدوا فريقكم، قلت له فاولات ايش كثر ما حسبتها لنا. خطفتوا هدف في وقت مثالي. الحمد لله. الامور طيبة. الامور طيبة. نقول صاعدين ولا بيرجعون شوط ثاني شباب؟ لا ان شاء الله بنزيد الاهداف شوط ثاني. والله تحدى يا خالد. اتحداهم. كلام كبير خلينا نشوف. كيف الحال؟ ناخذ الخطة بنروح نعلمهم. ما شاء الله اللعيبة كبار يا اخي. ولا يا رمضان من الثريد اللعيبه كبروا. لا هذا على مستواهم كبار. اي كلهم مستواهم كبير ان شاء الله. مستويات كبيره مش الاحجام يعني. لا لا اكيد ابد. ايش بتسوي الحين؟ فايز 1-0 وجول مثالي في وقت مثالي. الحين بروح خطه ايطاليه. يلا رامي ايش بتسوي؟ الحين ما اقدر اقول لازم بروح اعلمهم يعني. خلص منهم ترى. لا بنسكر. لا بتسكر ولا؟ لا لا بنسكر ان شاء الله. معتمد على بتحافظ على الهدف ان شاء الله. معتمد على شوت نقاط وصاعد امورك طيبه ان شاء الله. اتفق مع التكتيك الايطالي في الحاله. فالكم التوفيق وفالهم التوفيق.
انتهى الشوط الاول، بنروح الشوط الثاني اكيد في مزيد. مهمة جدا بالنسبه لكلا الفريقين، مهمه جدا على صعيد الترتيب، على صعيد النتيجه. بكل تأكيد هدف فريق عين خالد اللي سجله محمد دكساري على مباراة مثيرة. جول على فريق تماما بثلاث أهداف نظيفة. هي لحظات حرجة، لحظات حرجة. السلام عليكم، والله على اعصابكم والله. ها حرام الجمهور هذا يطلع زعلان. لا ان شاء الله ما راح يطلع زعلان، هذا يقول، هذا يقول ان شاء الله. ثالث ان شاء الله تقلبونها فوز. والله ان شاء الله. والله كبيرة كبيرة. ها يلا ها هيا ها يجرب ولا ما يجرب؟ راحت راحت. اخر دقيقة، الوقت الضايع، ممكن في امل ان شاء الله. ها والتعادل ممتاز ولا يعني حظوظكم قاعدة؟ التعادل ممتاز لما تكون مهزوم وترجع. اكيد اكيد طبعا، تعادل بعد الهزيمة شيء جيد. والله شو نسوي يا اخي، ضيعنا فرص ولعبنا زين لكن ما حلفنا الحظ. بس كنتوا مهزومين ورجعتوا يعني شيء طيب. صحيح، بس احنا ماسكين اللعب افضل منهم، ضيعنا فرص اكثر. ثاني شوط ثاني لعبتوا لعب زين؟ ايه الحمد لله، حتى الشوط بس يعني ما كان في فعاليه قدام، بس الوسط كنا ماسكينه. والشوط الثاني وصلنا الحمد لله وسجلنا، لكن ضيعنا فرص. لكن ان شاء الله باقي وقت، يمكن اخر دقيقه ما تدري. تقلبونها؟ والله ان شاء الله، نقول ان شاء الله. اوه يا مطوع، اذا في وقت زياده كان قلبنا. انا مسؤوليتك يا مطوع. ان شاء الله نشوف. لو انتهى التعادل راضي؟ لا والله مو راضي. مو براضي، بس الشوط الثاني لعبته حلو. فريق ضيع. بشاب بشاب، شوف 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 اعصاب. سيكون بنقطتين من اصل تعادلين، و ثم فريق الوجبه الفريق الثالث بنقطه واحده، وتمام الرابع بلا نقاط. على اي حال ايها الاحبه الكرام، هو صفر اعزائي المشاهدين. صراحه مباراه جميله ممتعه جماهيريه فيها نديه كبيره. الحمد لله على كل حال، الحمد لله تقدمنا الشوط الثاني مره ثانيه، لكن ما قدرنا نحافظ على الهدف. الحمد لله على فريقهم حلو مبهيم. فريقهم وفريقك زين. الحمد لله رب العالمين. راضي بالنقطه؟ راضي. اربع نقاط يبي لك واحده وتصعد ان شاء الله باذن الله. الامور طيبه يعني. شايف الملعب ان شاء الله باذن الله. ما راضي انا ما قصروا ان شاء الله. الشباب اليوم مرتين تقدمتوا ما عفض، ضيعنا كم فرصه ويعطيهم العافيه الربح الجاي، بس ان شاء الله الجاي احسن. قادرين على الصعود ان شاء الله؟ متاهلين ان شاء الله. والله مره واحده متاهلين ان شاء الله. والله هذا من فضل الشباب، ومباراه امس شويه اثرت علينا، مع ان امس لاعبين المباراه المفروض يعني مجهودنا ما يكون نفس اليوم، بس الحمد لله الشباب فيهم خير وبركه، وان شاء الله المقبلات جايه ان شاء الله. باقي مبنى مباراه ان شاء الله. تعبوكم يعني مرتين ورا بعض؟ والله مباراتين ورا بعض لياقه، بعد من لياقتنا احنا في اعداد في خلال اسبوع يعني. ان شاء الله اخذتوا نقطتين في يومين. الحمد لله الامور طيبه. الامور طيبه ان شاء الله. الثالثه جمهوركم حلو، جمهور روعه. والله الجمهور هو اللي حرام طلعه بالتعادل، حتى التعادل حرام. انا ودي تصعدون عشان الجمهور. قدر الله ما شاء فعل. يلا موفقين، يعطيك العافيه. موفقين. اذا اعزائي المشاهدين، انتهى اجمل مباريات هذه الليله 2-2، مباراه مثيره كانت بين خالد وفريق الدوحه، والفريقين صراحه قدموا لنا وجبه دسمه استمتع فيها كل الحضور. من الأشياء الجميلة اللي توفرها قنوات الكأس وتحديدا في هذه البطولة هي خدمة المطاعم لرواد البطولة، المتابعين، للجماهير، عشان الكل يعني يشعر انه ما في شيء ناقص. طبعا مثل ما تشوفون هنا حضور ممتاز جدا من بعض الجماهير. وش شريت انت؟ وش شريت؟ بطاط. بطاط كم هذا؟ ب10 ريال. 10 ريال. شو طعمه؟ زين حلو. ذوق اشوف. انت ذوق، انت ذوق، انا ما بعرف ذوق. انت ذوق ايش رايك؟ حلو والله. زين الاكل؟ اي زين. ممتاز؟ ممتاز. ايه ليفربوليين هنا عوزونا، خلينا نشوف الشباب. من يشتري نوتيلا؟ انا اشتري. نوتيلا انت؟ انا ابي نوتيلا. وشو سندويش ولا وشو؟ ولا بطاطس؟ بطاطس. بطاطس. ايه بطاطس. حبة حبة هي حبة. كم قالوا لك كم؟ 10 ريال. 10 ريال. شوف هني البطاطس ب 10 ريال، سندويش ولا اوه حركات ديكور وحركات. وش شريت نوتيلا؟ لا والله اشتري اللي هي. وش شري؟ وشري نوتيلا اكل زين. الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله الاكل زين هني.
كل شيء زين، دامك موجود كل شيء زين. الله يرحم والديك. اذا مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين، الكل مستمتع، اجواء رمضانيه جميله للصغار والكبار، هي عاده قنوات الكاس وبطوله الكاس. طبعا اجواء جميله نعيشها، وايضا ازدادت جمالا نجوم منتخبنا الوطني متواجدين في المباراه هني. مساء علي، شلونك؟ الله يسلمك. شو الاخبار؟ طمنا على صارتك اول شيء. ابشرك الحمد لله قريب ان شاء الله ترجع. نبيلك شهر كثير ان شاء الله. زين ما شاء الله، يعني الموسم جاي جاهز باذن الله الواحد. راضي عن الموسم الرهيب السنه؟ الحمد لله راضيين، بس الحمد لله ما طلعنا يعني. شو رايك في جمهور الريان؟ متعه طبعا، شيء خرافه. نعم متعه متعه بمعنى الكلمه. ان شاء الله ترجع لهم. شو رايك في البطولات الرمضانيه؟ ما شاء الله والله بطوله طيبه الصراحه، نكتشف فيها لعيبه طيبين. يعني اهم شيء في هالبطوله انه كل واحد يجيب ربعه، تجمع كلنا في الجمهور، شيء حلو صراحة إنك الواحد يجيب ربعه. أتمنى إن شاء الله نشوف الجماهير هذه موجودة في الدوري الكبير إن شاء الله. إن شاء الله أحمد يعطيك العافية. إن شاء الله أحد النجوم الرائعين حقيقة في الفترة الحالية في الكرة القطرية، لاعب مستوى ثابت، قدم مستوى طيبة. كابتن معز راح فيك معنا. مرحبتين كل سماحة. نورنا. النور نور. لا يكون تزعل مني فرج معصومة لما جلدكم ساعات، ولا ترى كلها الدعوة كلها نقد بناء. لا لا أبد أبد أبد. إذا انتقدت احنا كأنك تمدحنا. لا ما شاء الله، أنت ما تعطينا فرصة ننتقدك، مبدع متألق. الله يعطيك الصحة. التحيل السنة يعني خلينا نطلع من دور البطولة شوي، مسيطرين على كل شيء، وهذا عامل يعني حساسية لبعض الأندية. سر سيطرتكم هذه وش؟ سر السيطرة صراحة كنا احنا هالموسم ركزين على إن احنا لازم نلعب كل مباراة بمباراة. والواضح ان احنا يعني كنا صدق يعني كنا ركزين وايد على احنا المباراه بمباراه، وكنا نفوز كل مبارياتنا الحمد لله ولله الحمد. وان شاء الله نواصل على هالشيء ونلعب مباراه بمباراه، راح نوصل بعيد ان شاء الله. تابع بطوله الكاس كل سنه؟ اكيد. من فريق فريق هني معين ربعك شيء؟ والله فريق الشباب اليوم جريان؟ جريان. مع ابو حمد والشله؟ مع ابو حمد والشله. وجفال والربع؟ والريانيه هني اليوم معاهم. اي بس ايش يقولون؟ يقول لك السنه احنا يعني بنشارك بس مشاركه كذي. امسك لك الشوط الاول، اول دقيقتين احسن اثنين الفريق جاتهم اصابه، الله ان شاء الله ما يكون فيهم الا العافيه. فريق الريان. شفيف فريق الريان. مش فريق جفال. فريق الريان. مع 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 الشباب يعني انت ضد ضد جفال والشباب؟ اي ضد جفال. فهمتك غلط انا. ليش؟ انا عبالي انت مع جفال والشله. لا لا سوري، انا مع اهل العطوريه. مع العطوريه. مش مع الجريان. مش مع الجريان. لا لا مكثر فطور اليوم شكله. اي والله شوي زين. كلمنا اهم شيء، طمنا على السويين. حركه جماهير قطريه صراحه متاملين خير فيكم وفي السد، توعدونا بالاسيويه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الاسيويه. احنا مثل ما قلت لك لازم نلعب مباراه بمباراه، ولازم نركز اكثر. انا الجماهير القطريه كل اللي في الدوحه يطلبوننا بالاسيويه، كل اللي سويناه صراحه احنا ما راح نرضى الا فيها. ان شاء الله على الاقل التواجد في النهائي صراحه. ان شاء الله يا رب العالمين. اذا المعز علي افضل لاعب صاعد في دوله قطر، كان هذا لقاء شيق معه، ايضا شرفنا في رساله الكاس اليوميه. لحظات وينزل فريقان الى ارض الملعب. سامي ابراهيم هلال النجم المتالق، شلونك؟ هلا سمع. هلا مبارك. فوز حلو امس واليوم ما يندرى ايش بتسوون. فوز تصعد. احنا جايين نشارك، والدليل ان امس فزنا 1-0. جاي تشارك يعني ما تبي تفوز؟ يلا ما تبي تصعد. يالنا الفوز حياه، ما يالنا احنا نشارك. الجريان يقول لك لاعبين بتشكيله شابه، يقول لك انه مش هدفهم البطوله. ايش رايك بالكلام؟ ولا تخدير لكم هذا؟ لا كل واحد له هدف. احنا هدف مش هدف والله، هدفنا البطوله. اول مره سويته. اول مره خسرنا 1-0 ومحله. يعني اليوم تخسرون برا؟ لا ان شاء الله اليوم فايزين ان شاء الله. فايزين على الجريان. عندهم جفال وعندهم ما ادري من. الاسامي ما تنبع في الملعب. والله الاسامي ما تنبع. تعجبني. ليش ما تبدون انت وجفال؟ شو السالفه؟ لا تكتيك. العمر. اي تكتيك. لا تكتيك. تكتيك تكتيك. حركاته. حركات. مو مدربكم سيد ولا جفال؟ لا جفال. اي سيد شغلته؟ سيد اداري. يقول انا مدرب انا الكوتش. اداري بعد. يا كم اداري فريق كله اداري. اي لا لا لا. يصون علينا. كم اداري في الجريان يا رب. ما شاء الله ما راح تفوزهم ويجيب لهم جول، يوم يحطون لك احتياط مفروض اساسي ولا ورقه رابحه. ما انا مدرب ولاعب. مدرب. انا مدرب ولاعب. سيد يقول لي انا المدرب. من سيد؟ سيد هني يقول انا الكوتش. يقص علينا. الله يهديك. انا موجود سيد مدرب. يعني سيد مش مدرب. الله يهديك. بس سيدي ديكور. الله يهديك. بروح له والله. يلا حيه. اليوم ما شاء الله الجهاز الاداري حاضر ومجهزين. اول مباراه خسرته، قلت لي بفوز وخسرت. كل مباراه. اليوم الجرياء. كل مباراه الجهاز الاداري واللعيبه حاضرين، ان شاء الله اليوم يفوزون. اول مشاركه في البطوله. الاداء ان شاء الله يكون موجود والفوز. طموط اليوم هزيمه برا. ما ندري، لكن ان شاء الله الحين نشرف اخويانا وجمهورنا ولعيبتنا ان شاء الله. يفوزون يعني؟ يفوز ان شاء الله اذا. كم تتوقعها؟ ما اقدر اتوقع، انا مدرب ما اتوقع، الجمهور يتوقع. اذا كلام دبلوماسي مبطن. اعزائي المشاهدين سوينا كله علينا، نروح اجواء المباراه الاخيره الى هناك.
نقول الجريان حقق ما هو مطلوب، التقدم بهدف من اجل الحصول على نقاط المباراه. الشوط الثاني كيف بتكون الامور ولا راضين على اداءكم ان شاء الله؟ راضين على الاداء بس بن تغييرات شوي ان شاء الله بتدعم الفريق. من الحكم والله ايش سوى؟ الحكم قراراته مو صحيحه، ما توفق قراراته. لا لا نعم، انت تلوم بالحكم انه هو سبب هزيمتكم ان شاء الله؟ ايه نعم صحيح. ايش في قرار مؤثر عطني اياه؟ هناك لمسه اليد ما احسبها لنا. ركله جزاء؟ لا فاول. فاول عند منطقه 18 ايه. واي لمسه في يدنا يحسبها فاول علينا. ليش؟ ما توقعته مفاجاه. هي تلعبت بسرعه بس الدفاع عندنا ما كانش يسرقها، خد وضعه، تلعبت بسرعه واتحطت جول. طيب 1-0 يعني نتيجه في المتناول، ممكن ترجعون. احنا افضل ماسكين كوره بس الحكم بجد يعني. بس خطوراتكم على المرمى مش كثير، مش عاجبيني هجوميا. مش كثير لان الحكم ما ايدنا، احنا كل كوره بنروح للحكم كل لمسه ليهم بيديهم فاول. تتهم التحكيم فاول. يعني في عاقل. اتهام بس يعني يبقى في يعني يبص بس الفرقه شويه يعني. لكن بجد كده زياده قوي الماتش اللي فات والماتش دوت كده كتير. اذا انه كده كتير واحنا بعد كثرنا عليكم، نروح نشوف اجواء الشوط الثاني في المباراه الاخيره. تنزل؟ سيد والله بيضيع بك وقت. خرجته؟ لا مو بنا. لاعب كبير ويضيع بك وقت سيد. راشد إيش ده؟ بيضيع فيك يغمزني. سمعة سمعة لا. بيضيع فيك وقت يقول يغمزني يعني بيضيع الوقت. لا تسوي مشاكل. لا ما مشكلة صدق. خله بس تخلص المباراة. 49 تنزل شو تسوي؟ نركز يا أخي خلنا. 49 تنزل شو تسوي؟ نركز مع الفريق يلا. وعلى الجانب الآخر لا يزال الأمل مستمر والمدرب على أعصابه. آخر دقيقة آخر هجمة ممكن ممكن كوتش ها ممكن دقيقة ثواني. ننتظر ما ندري ما ندري ننتظر يعني لو جبت جول بتتم في البطوله. اللي خذني الاصابات 3 اصابات في بدايه المباراه. لو جبت جول بتتم انت حارسك ننتظر ننتظر حتى الحارس ننتظر ان شاء الله ننتظر ننتظر والله راضي راضي اي والله راضي. اول مشاركه اول مشاركه ان شاء الله تكون معنا السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله توفيق ان شاء الله. اذا لحظات اعزائي المشاهدين ثاني وشال الحارس لحظات عصيبه ومجنونه نعيشها في هذا الاثناء. اصفر اعزائي المشاهدين والجريان رسميا الى الدور القادم. هارد لك للفريق فريق الدوحه. حارس مبروك يعني فوز صعب. صعب فوز صعب فعلا هم ما عندهمش امل غير الفوز عشان يدخلوا ثاني المجموعه بس الحمد لله الجول جه بدري وسكرنا. اديت والله اليوم الحمد لله شلت كور صعبه الحمد لله الحمد لله طيبه الحمد لله فريق الجريان استحق الصعود. احنا خلاص صعدنا هدف جميل وملعوب وصلت بالجريان للدور الثاني الحمد لله رب العالمين. مثل ما شفت المباراة كانت قوية شوي لاعبين محظوظين الحمد لله قدرنا. توقعت تسجل؟ والله توقعت بس اعتقد انت افضل لاعب في المباراة اولي الحمد لله استاهل قول حلو وكلمة حق جفال. من مدربكم سيد ولا جفال؟ جفال مدرب وسيد شغلته سيد بتاع الكل يقول لك بتاع كله كابتن سيد يقول انت بتاع كله مش المدرب انا لازم اعرف الموضوع بتاع كله ولا المدرب؟ سأل علي بن حمد ابو حمد سيد وشغلته ابو حمد سيد وشغلته لا جفال يقول انا مدرب لا بنعرف سيد شغلته مساعد مدرب مساعد مدرب ويقول انا الكوتش يقول وماسك لي الورقه اكيد مساعد مدرب اذا سيد طلع مساعد المدرب شلوه في لحظه هني قرارات تطلع في ثواني. كان هذا كل ما لدينا في هذه الليله. مبروك للي فازوا مبروك للي صعدوا حظ اوفر للي ما حلفهم الحظ. شكرا لكم على المتابعه والى لقاء قريب.